مرحبا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة. اليوم جولة في قرية ايطالية واحد اللي سبق عملنا فيديو عليه قبل كم شهر، واليوم راح يصير تحديث بالاسعار لان صار ارتفاع في بعض البيوت. وطبعا هي من الان يعني الاشهر القادمة اعتقد يعني راح يصير ارتفاع بالاسعار كثير في العقارات في اربيل، وسببه ارتفاع اسعار النفط وايضا انتهاء الانتخابات واستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي، وهذا راح يسبب انه يصير ارتفاع كثير بالعقارات في اربيل. طبعا قرية ايطاليا واحد هي من يعني المشاريع الممتازة واللي تعتبر استثمارية، واللي كثير من الشركات تأجر بيوت بهذا المكان والمنظمات، وحتى نقول بعض المكاتب التجارية المؤسسات يعني كثير تأجر بهذا المكان. ليش؟ لأن أولا قرب على المطار أربيل اللي ما يمتد 7 دقائق، ثانيا تعتبر منطقة حيوية في المربع الذهبي وهي صايرة على شارع 100 متر، قريبة كل المراكز الخدمية، المطاعم، المقاهي، الفنادق، كل شيء قريب عنها. طبعا جاي أشوف المشروع كلش نظيف، كلش مرتب، كلش ممتاز. أي شخص يحب الاستثمار إنه أنا نصحه يشتري بيت هناك، لأنه يقدر يأجره والإيجارات هناك بالسنين، يعني أي مكان يعني تتفق مع أي شخص هناك سنة يعني يعطيك الإيجار، مو مال شهر شهر، لأن الإيجارات أيضا مرتفعة هناك. بالنسبة للبيوت الموجودة هناك حاليا في 5 مساحات، 4 بيوت وواحد أوفيس نسموها. المساحات 140 متر تبدي من أسعار 225,000 دولار إلى 235,000 دولار، يعني 22 شدة ونص إلى 23 شدة ونص، يعني 22 دفتر ونص إلى 23 دفتر ونص، يعني بالعراقي حوالي تقريبا 360 مليون إلى حوالي 380 مليون دينار عراقي. بالنسبة لبيوت 200 متر تبدأ 260,000 دولار حتى 310,000 دولار، يعني من 26 شدة إلى 31 شدة، من 26 دفتر إلى 31 دفتر، يعني تقريبا بالعراقي من 390 مليون دينار عراقي إلى حد 465 مليون دينار عراقي. بالنسبة لبيوت 240 متر تبدأ من 320,000 دولار لحد 420,000 دولار، يعني 32 دفتر إلى 42 دفتر، 32 شدة إلى 42 شدة، يعني بالعراقي من 480 مليون دينار عراقي إلى تقريبا 615 مليون دينار عراقي. أما بيوت 320 متر اللي حاليا صار فيها رغبة كثير واللي مرتفعة يعني أسعارها بشكل كبير، تبدي من 500,000 دولار إلى يعني 1,000,000 دولار، هاي السعر يعني من 50 شدة، 50 دفتر إلى 200 دفتر، 200 دفتر 200 شدة، يعني بالعراقي من 750 مليون دينار عراقي إلى 3 مليارات دينار عراقي، هاي بيوت 320. أما الأوفيسات 265 متر تبدي من 225,000 دولار إلى حد 405,000 دولار، يعني من 32.5 شدة إلى 40 شدة ونص، من 30 دفتر ونص إلى 40 دفتر ونص، يعني من عراقي يعني من 487,500,000 إلى تقريبا 610 مليون دينار عراقي. طبعا كثير يقول لي ليش تقول شدة ودفتر وهي دولار؟ طبعا هي الاسعار هنا كلها بكردستان هي كلها بالدولار، يعني حتى اذا انت تجيب فلوسك العراقي لازم تروح تسوي دولار، يلا ابو المكتب العقاري يستلمها من عندك، لان هنا العقارات والسيارات والكهربائيات كلها بالدولار، حتى يعني الاثاث يمكن يعني قريب، بس البيوت ما حد يستلم عراقي الا دولار، تحول المبلغ الى دولار يلا تستلم اي بيت او شقه او اي مكان عقاري. طبعا بالنسبة للخدمات تبدي من تقريبا 90,000 وتسعاد حسب مساحة البيت. طبعا والخدمات ما متوفرة كل يوم 5 مرات، تجي بالشتاء وبالليل، بالصيف 3 مرات،
والكهرباء حاليا 16 ل 20 ساعة متوفرة الكهرباء الحكومية، واللي إذا حال انقطاعها يكو الكارت، نظام الكارت يعني كل كيلو واط 21 سنت. هاي بالنسبة لي يعني المعلومات العامة عن القرية الإيطالية. واحد طبعا كثير من الناس يتساءلون يعني بالتعليقات وحتى بالرسائل يراسلوني انه يريدون يشوفون داخل البيت. صراحة موضوع داخل البيت حاليا مو بسهولة، يعني تصور اي بيت، يعني اي شخص يريد بيت محدد يعني لازم يعرف انه ان كان هذا البيت راح للبيع او او لا. يعني فاي شخص يريد يعني انه يشتري بيت، انا وظيفتي انه بالفيديوهات اللي جاي اطرحها كلها انه جاي اعطيكم نظرة عامة على الموقع وعلى المكان وعلى الاسعار. اما اي شخص يكون جدي يعني صراحة يريد شراء بيت، انا دائما انصح انه يجي داخل اربيل، يجي يعني المكتب العقاري، يروح معاهم يشوف البيت بعيونه يطلع عليه. يعني انا المهم وظيفتي بهذا الشيء بالفيديوهات اطرحها انه اعطيكم معلومات عامة وايضا نظرة عامة على كل مجمع وكل منطقة في أربيل والتفاصيل الأخرى الدقيقة. هاي أي شخص يقدر يعني يجي عندما يزور أربيل يكون عنده أو يكون هو بأربيل يقدر يزور المكتب العقاري اللي أنا عندي تنسيق معهم وأعمل معهم، هم ياخذوا يشوفوا البيوت المتوفرة، المجمعات المتوفرة، إذا كانت الشقق المتوفرة، ويقومون بكل الأمور معهم. لأن موضوع التفاصيل الأخرى العميقة، يعني مثل نقول التفاصيل الأخرى الدقيقة، هاي لازم يكون الشخص هو يكون موجود. يعني وبرأيي هذا أفضل يعني للجميع. يعني أنا حتى صار إنه طرح إنه نتوقف عن عرض الأسعار، يمكن يعني أكو شخص يشوف هذا الفيديو بعد أسبوع أو أسبوعين يعني يجي يلاقي الأسعار مختلفة، يعني إما صاعدة أو نازلة. فلهذا موضوع الداخل يعني هو اي شخص يريد يشوف داخل يكون جدي في شراء اي عقار في اربيل يقدر يزور المكتب اللي صاير بوزيران، عند اختياري مكتب عقارات باي باي، واللي راح اخليكم رقم الهاتف لاي شخص يعني يريد يعرف تفاصيل اذا كانت لكم جماعات استثمارية او شقق او مراكز تجارية. يعني الشخص يريد يستفاد، طبعا هاي المشاريع جاي اشوفها مجمع رؤية تور، مجمع رامي تور، طبعا ما عندي تفاصيل دقيقة عن موضوع رامي تور. يعني أي شخص يقدر يتواصل مع مكتب مالتنا ويتستفسر عنه إذا كان عندكم يعني أي استفسار. في مشاريع كثيرة في أربيل، والآن اللي جاي يصير إنه الشقق حاليا أكثر طلب وجاي يصير زيادة بالأسعار. يعني قبل كم يوم نزلت فيديو عن فار بارك اللي كان متر ماله 700 دولار، أعتقد هسه صعد صار 760 770، يمكن يصعد يصير اكثر. والسبب انه في طلب كثير على الشقق لان هي الاكثر طلبا من الناس، يعني وهي يعني اسرع مبيعاتا، وايضا يفضل الناس لان في كثير من بغداد ومن باقي المحافظات يقول لك انا بدل ما اجي الفندق اقضي لي كم شهر اجي اقعد بالشقه مالتي. يعني في هذه الامور. المهم انه انا الفيديوهات جاي اطرح للجميع جاي استفاد من عندي، وانا اشكر اي شخص يدعمني بتعليق بلايك بسبسكرايب، بدعمكم المتواصل يزيدني اني استمر. شكرا لكم جميعا، مع السلامة.